السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي محاضرة الصيدلانيات للصيدلة لطلاب الصيدلة. حكينا المحاضرة الماضية، حكينا على القوانين اللي بتخص أو اللي هي الـ behavioral aspect، والقوانين اللي بتخص علاقة الصيدلاني مع غيره من المجال الطبي ومع المرضى. قلنا الـ pharmacist-pharmacist relationship والـ pharmacist-patient relationship. غطينا موضوع الفارماسيست ريليشن شيب وفارماسيست بيشنت ريليشن شيب، اللي هي اهم علاقة حكينا اللي هي مع البيشنت. وحكينا على الكوميونتي، وهذا دور مهم كتير للصيدلاني في التوعية. وقلنا على علاقته مع الفيزيشن، نقصد بالفيزيشن هون الفيزيشن يعني طبيب. لما نحكي فيزيشن نحن نقصد فيها طبعا تحطي ببالك انه القصد هو اي حدا في المجال الطبي، بس عم نحكي فيزيشن، عم بنخص الفيزيشن بالحكي هون لانه هو اكتر حدا من المجال الطبي، اكتر هيلث كير بروفيشنال من المجال الطبي بتعامل مع الصيدلاني. طيب هلا بدنا نغطي السوشيو اند ايكونوميكال اسبيكت اوف فارماسي براكتس، اللي هي الـ نغطي الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه او الماديه في شغل الصيدلاني. The profession of direct patient care has become a priority for the profession of pharmacy. اذا direct patient care، direct patient care المقصود فيها هو التفاعل المباشر مع المريض، وانا بتهمني صحة المريض، ما بتهمني انا الربح المادي. ولما الصيدلاني يحط بباله هاي الشغلة، يحط في باله انه انا بهمني الربح، بهمني صحة المريض، بهمني فائدة المريض، هذا الاشي رح يعود عليه هو نفسه بالفائدة. ليش؟ لانه المرضى بيحبوا الصيدلاني اللي بينصح، الصيدلاني اللي بيعطيكي بدائل، الصيدلاني اللي مش دائما همه يبيع الدواء، الصيدلاني اللي لو انك دخلت الصيدلية بس انه نسأله عن شغلة، نسأله عن نصيحة، اسأله عن دواء اوريدي عندي، رح يكون متعاون معي. فهذا الاشي حيعود على الصيدلاني بالفايدة، غير انه هذا بخلي الصيدلاني يعمل وظيفته على اكمل وجه ويحقق الغرض من مهمته. مهمة الصيدلاني الحقيقية هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. هذا الاشي لا ينفي الجانب المادي في شغل الصيدلاني، بس عشان انا نفسي يكون في رجل على الصيدلية عندي، لازم انا احقق هاي الاشياء واحسس المريض بالراحة. فانا بهالطريقة انا برضي ضميري، انا بخدم الناس، انا بعمل الواجب كصيدلاني، وبنفس الوقت انا عم بحقق الكسب المادي. The profession of direct patient care has become a priority، صارت هي الاولويه بالصيدليه. اوكي، for the profession of pharmacy اللي هي مهنه الصيدليه او دور الصيدلاني. The shift from product focused to patient focused. شو معنى هالحكي؟ كانت يعني كان اول ما بلش مهنه الصيدله او اول ما بلش التدريس الصيدله، وصار في عنا شركات الادويه وجامعات مختصه للصيدله، كان التركيز على البرودكت، على المنتج، انه انا اسير المنتج، انا ابيع المنتج، انا المنتج هذا حق ربح، فكان المنتج هو التركيز عليه. هلا البروفيشن او الاهتمام الصيدلي تحول من التركيز على المنتج الى التركيز على البيشنت، بيشنت فوكست. اوكي، تركيز على البيشنت، انا بدي راحه المريض، بدي المريض ياخذ الدواء وهو مبسوط، انا بدي المريض ياخذ الشكل الصيدلاني اللي بيناسبه، انا بدي المريض يكون مرتاح لنصائحي، ابلور نصائحي بطريقه تناسب اللايف ستايل تبع المريض. هذا اشي مهم. ليش؟ هذا بيساعدني بشغله مهمه اسمها، وهي كلمه بدي اياك تحطيها ببالك دائما، اسمها compliance. تمام، الكومبلاينس شو يعني؟ كومبلاينس الكومبلاينس تاع المريض. طيب نيجي نحكي احنا مثلا اجا مريض عندي وطلب مسكن، والمسكن اللي طلبه انا عارف اسمه وعطيته اياه. تمام، بعدين بعد فتره رجع المريض طلب نفس المسكن او تو سي، هذا بقدر اني اوصفه من غير ما ارجع للطبيب، من غير وصفه ونصائحي كفايه انه تجنب المريض السايد افكت او مخاطر استخدام هذا الدواء. اجا نفس المريض مره ثانيه طلب هذا المسكن، هلا انا كان خالص عندي بس عندي بديله، عرضت على المريض قلت له انا هذا المسكن خلص،
وصلت على طلبية بدها تيجي. عندي بدائل شركات تانية. هلا هو حكى لا أنا بحب هذا المسكن. هلا السبب إنه هو بحب هذا المسكن وهذا إشي كتير مهم، وأنا نفسي كصيدلانية أنا بيأثر علي وبأثر على اختياري، وأنا صيدلانية وعارفة مبدأ إنه نفس الشركة إنه يعني لما نحكي بديل يعني شركة تانية، بس مرات في إشي بيزيد الكومبلكس. هو بده هذاك الدواء، انت كصيدلانيه عارفه انه هذاك الشركه عم تعمل المسكن تبعها شوجر كوتد، تمام؟ عم تعمل المسكن تبعها شوجر كوتد. شوجر كوتد يعني عم تعمل في طبقه من السكر حوالين الحبه تاعتها، حبه المسكن. طب هذا الاشي طب شو اهميته؟ المريض لما يحط الحبة هاي على لسانه ويشرب المي، بدل ما يحس بالطعم المر تبع تحلل الدواء بحس بطعم حلو. هذا الاشي عم بيزيد الكومبلاينس، عم بيخليه انه يحب الدواء، عم بيخليه انه ياخد الدواء بوقته، تمام؟ هذا اسمه كومبلاينس، اللي هو الاستماع للنصائح والتقيد بطريقة اخذ الدواء الصحيحة. هي كومبلاينس، استجابة المريض لإلك، والكومبلاينس تبعت البيشنت استجابة المريض لنصائحك مهم كتير، لانه هذا الاشي الكومبلاينس راح يخلي المريض ياخذ اكبر فايده من الدواء، تمام؟ بدل ما انه الدواء يصير يعني ياخذه بطريقه غلط او ياخذ جرعه عاليه او ما يستمع للنصائح او ما ياخذ الدواء اصلا وهو عنده حاله لازم ياخذ فيها الدواء، تمام؟ اذا هذه هي فكره الكومبلاينس. اوكي بنات، اوكي طالبات، اذا فكره الكومبلاينس، فكره الكومبلاينس بتحسن من الاستجابه. اوكي، بتحسن فكره الكومبلاينس انها بتحسن من الاستجابه المريض للدواء، لانه انا لما اعطيه نصائح، النصائح هاي او الدواء اللي اعطيته اياه بناسب وضع المريض وبناسب حالته. الكومبلاينس كمان له مثال ثاني، اجتني مثلا اهل طفل على الصيدليه بدهم دواء معين، انتيبيوتيك معين، الطبيب كاتب لهم اياه بالوصفه. الانتيبيوتيك هذا ما عندي اياه، عندي بديله. هلا لما طلعت على البديل تبعه اعطيتهم اياه، حكوا الاهل والله هالطفل ما بيحب هذا الدواء، بيحب هذاك، لانه له طعم مثلا طعم معين، طعم فراوله، طعم موز، طعم برتقال، بحبه، ما حيقبل ياخذ. وهذا كمان كومبلاينس، فانا يعني اوفر لهم اياه، اقول لهم طب تيجوا بكره بتلاقوه، او اني ادلهم اشوف عندي على الكمبيوتر اذا فروع ثانيه لصيدليتي موجود فيها، او انه اقول لهم والله مش موجود عندي واعتذر منهم. انا ممكن اني ادبر، لانه الكومبلاينس هون مهم، الكومبلاينس كثير مهم في اني انا يعني اخذ الشيء المرجو من الدواء، انه المريض يتحسن حاله. فكيف انا بحقق الكومبلاينس عندي؟ باني اخلي طريقه الممارسه لمهنه الصيدلي تكون patient focused، تمام؟ يكون اهتمامي، انا مو مهم بس ابيع الدواء، انا مهم المريض هذا انا يكون متحصل على الاشي اللي بيريحه في الدواء. اوكي، to a patient focused practice in the community setting continues to progress، يعني الاهتمام بالpatient focused هو هلا صار هم الصيدليه وهم مهنه الصيدله. حتلاقي كتير، حتروحي تدرب بصيدليات تلاقي انه في صياد للاسف بيمارسوا البرودكت فوكست لهلا، بس هدول يعني لا يمثلوا قدوه لنا، احنا بنعمل مهنتنا بما يعني يتحتم عليه الضمير تبعنا. طيب، pharmacists who wish to provide direct patient care successfully will need to be knowledgeable about psychological and sociological forces influencing the patient and other healthcare healthcare professionals. اذا انا بدي اراعي الاحتياجات او العوامل النفسيه والعوامل الاجتماعيه اللي بتاثر على المريض. شو يعني عوامل نفسيه واجتماعيه؟ يعني مثلا انا بيجيني المريض بيقول لي انا بدي حبه الدواء مساعد السكري، انا مريض سكري بدي حبه الدواء
اللي هي مساعد سكري. وأنا عارف إنه لفظة مساعد السكري هي لفظة خاطئة، هي مش موجودة هذه كتصنيف دوائي، في شيء اسمه مساعد سكري كدواء، بس هذا الاسم بيساعد مريض السكري أو بيريح مريض السكري إنه هو ما عم بياخد، إنه هو ما عم بياخد دواء، أوكي، إنه هو ما عم بياخد إنسولين قصدي. فهو مريض السكري بيكون مرتاح نفسيا إنه أنا ما عم باخد إنسولين، أنا باخد لسه مساعد سكري، أنا حالتي أحسن اللي باخد إنسولين، ما في مشكلة. أنا ما في داعي هلا هون أدقر على الموضوع وأقعد أحكي لا هو أصلا الدواء سكري مش مساعد سكري وهيك، ما في داعي أنا أتعب المريض بهيك إشي. أنا بدي أراعي نفسيته إنه هو مقنع حاله أنا باخد مساعد سكري، أنا حالتي بالسكري أحسن من اللي باخده إنسولين وأشياء زي هيك، فهذا الإشي بدي أراعي. كمان الأشياء الاجتماعية، لما يجيني على الصيدلية مثلا امرأة بدها تسأل عن اشي معين، بدي اراعي انه هي ما بدها تحكي مثلا قدام الرجال، بدها خصوصية معينة، انا هذا الاشي بدي اراعيه كمان. فكل هاي الاشياء انا بدي احطها في بالي كصيدلاني بشتغل بالصيدلية، العوامل النفسية والعوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية، وهلا حنتطرق لها. influencing patient and other healthcare professionals، كمان أنا الطبيب أو الهيلثكير رجع لي اللي جاب لي وصفة ووصف فيها إشي غلط، أنا بدي أراعي الطريقة اللي تناقشنا فيها المحاضرة الماضية كيف أنا بدي أخبره، وإن شاء الله حنتناقش فيها أكتر في موضوع البريسكريبشن privately من غير ما أنا أجرح في الطبيب قدام المريض وأشياء زي هيك. understand patient behavior and psychology to achieve goals of pharmaceutical care، يعني أنا بدها تكون لغتي مع الكبير مع الختيار غير لغتي مع الشخص اللي هو يعني الشخص اللي هو مرحلة الشباب أو الشخص البالغ اللي بيفهم علي أنا شو بدي أحكي. بيجيني الكبير بيحكي بدي الحب اللي نصها أحمر ونصها أزرق اللي عليها شكل هيك، هذا الإشي بدي أراعيه، ولا بدي أهينه لهذا الشخص ولا أحكي له إشي ينتقص منه، بدي أراعي هذا الإشي إنه هو أصلاً هاي طريقة، هاي طريقة تصنيع ماركتينج، يعني طريقة تسويق مهمة بالأدوية. بشركات الأدوية بيصنعوا الدواء بعلبة مميزة، ومرات الكبسولة بألوان مميزة أو التابلت بشكل ولون مميز عشان يتميزوا عن أشكال الأدوية الثانية، عشان هذا المريض لما يروح على الصيدلية يطلب هذا الشكل هو ما بيعرف اسمه، مش ناسي اسمه للدواء. فشغلت إنه أنا أتقيد ب أنا أتفاهم هاي اللغة في الحوار مهمة، أوكي. respect patient's view and perspective، شو بده البيشنت about their health and use of medicine، ما بده هذا البديل، ما تخصبي على البديل، ما تعودي يعني خلاص شرحتي له إنه شرحنا للمريض إنه البديل هو نفس الدواء بس من شركة تانية، بس أصار بده الدواء أنا مش متوفر عندي، يا إني بلجأ لشغلة بحكي له خلاص أنا بوفر لك إياه أو بجيب لك إياه أو شوفه بفرع تاني أو أنا بدور لك على الكمبيوتر إذا عنا، أو خلاص بحكي له يدور بصيدلية تاني وبحترم رأيه. ما في داعي ما في داعي إني أنا أنتقص من فهم للمريض هالإشي، هو برتاح على هاي الشركة برتاح على هذا الدواء، أنا بدي أخذ براحته وأحطها بعين الاعتبار. about their health and use of medicine. take in mind of economical state، وهذا من أهم الأشياء of the patient and provide him with more affordable choices. affordable يعني إشي بيقدر هو affordable هون الفكرة إشي يعني في متناول إيده في متناول يعني قدرته المادية. شو يعني؟ يعني أجاني المريض معه وصفة في دواء، الدواء والله غالي، طلع المريض طلع سعر الدواء، حسيتي إنه هو بدي يقولك إنه غالي، أو مثلا صار بدي يرجع أدوية يقولك طب خلص باخد هذا، ممكن بديش الأدوية الثانية، أو قالك هذا الدواء غالي ما في أرخص منه، أنت عارفة إنه في أرخص منه، يعني الطبيب كاتب اسم تجاري غالي، أنت وظيفتك كصيدلانية في الصيدلية إنه في حال المريض هذا الدواء غالي عليه أو وضح لك إنه غالي أو قالك أنا ما بقدر أشتريهم كلهم حشتريك، اعرضي له الخيارات الأرخص. الخيارات الأرخص فهمي إنه نفس الدواء نفس الاسم العلمي نفس المادة نفس الجرعة بس شركة تانية وأرخص عليه، هذا إشي كتير مهم، أوكي. هذا إشي مهم كتير إنه أنت تراعي القدرة المادية تبعت المريض، سواء كان في أدوية في OTC في products منتجات عندك في الصيدلية، سواء كانت products كانت عندك إياها أكل بيبي، أغراض طبية، أجهزة طبية جاي يشتريها المريض،
كل هذا انت بتوفريه للمريض، وبتشوفي موضوع انه هو بيقدر عليه ولا لا. وعندك بالصيدلية كتير خيارات، ما في اجبار على العلاج او اجبار على الدواء، دائما في خيارات للمريض. طيب General Pharmaceutical Ethics اللي هي الأخلاقيات العامة للصيدلة، Standards for Pharmacy Professionals الأساسيات تبعت مهنة الصيدلة، Provide Person-Centered Care اللي هي حكينا Patient Focus، أوكي أنا أهتم بالمريض ما أهتم بالبرودكت، Work in Partnership أشتغل بتعاون with others، أتعاون مع الصيادلة التانيين، مع المرضى، مع الكوميونيتي تبعي، communicate effectively، تمام؟ أنا بدي وحنحكي على الكوميونيكيشن، حنحكي عنه بالبرسكريبشن أكتر، شو هي السيكرت كيف أنا أعمل الكوميونيكيشن صح في البرسكريبشن، maintain, develop and use their professional knowledge and skills and professional judgment. شو يعني بروفيشنال جادمنت؟ يعني انا كصيدلاني انا متدرب على الادويه، متدرب اني انصح، متدرب اني اكون اتعامل صح مع المرضى، متدرب اني ما انفعل واشياء زي هيك. بروفيشنال جادمنت يعني اجى انا عندي مريض، اوكي هذا المريض مثلا ناقشني بسعر الدواء، اعطته شيء ارخص كذا، وطلع المريض ما في داعي هلا انا ادخل مع الصيادله زملائي، شايفين قديش هذا كحتوت، شايفين كيف بخيل، ولا قبل يدفع الدواء وبده شيء ارخص، هذا مش بروفيشنال، هذا مش طريقة رسمية ولا طريقة احترافية في العمل. البروفيشنال انه انا خلص انا وظيفتي اني اوفر الاشي الارخص من غير ما انا احكم على المريض ولا احكم على اشي تاني. behave in professional manner كمان اني انا اشتغل بطريقة احترافية، اعطي نصائح صحيحة وما امزح كتير مع المريض. هلا انا فيني اني يكون عندي طريقة حلوة بالحكي مع المريض، ما في داعي اني اشيل الكل في كليا. respect احترم and maintain the person's confidentiality and privacy سرية وخصوصية المريض. بس يطلع المريض من عندي امسك الصيدلاني الزميلي او المدربين اللي عندي، تعالوا تعرفوا شو هذا المريض اللي طلع، هذا هيك 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 صار، هذا غلط. الا اذا كانت الشغله للتدريب، اذا كانت الشغله للتدريب هذا شيء ثاني. يعني مثلا بدي اعرض حالي، اجاني هذا المريض طلب كذا بس ما نفع واعطيته هيك ونفعت معه مثلا، هذا بنفع، هذا اني عم بدرب الصيادله اللي عندي او عم بسال بس استشير الصيدلاني المسؤول عني. اما اني انا اصير احكي بخصوصيه المريض عشان الفن، عشان انا انبسط واعمل مزحه، هذا غلط. speak up when they have concerns or when things go wrong. يعني انا مثلا انا عندي صيدلاني مسؤول عني، انا في شغله مش متاكده منها، بروح بحكي للصيدلاني المسؤول عني وصفه مش صح وانا بدي اخذ اكثر من رايي، بسال الصيدلاني زميلي، تمام. demonstrate leadership، انا بالصيدليه انا المسؤول عن الصيدليه، مسؤول عن الدواء اللي عندي، مسؤول عن صحه المريض، مسؤول عن شو ما بيطلع من عندي بالصيدليه، فبدي اكون عقد هاي المسؤوليه، تمام. هلا بدي احكي شغله من ناحيه اللي هي speak up when things go wrong، حنحكي عن شغله مهمه بالنسبه للكنترول على المنصه، ذكروني فيها اناقشكم فيها. طيب pharmacy professionals must behave in a professional manner، يعني الطريقة الاحترافية في الشغل، professional يعني بطريقة احترافية، كيف polite and considerate، أكون محترم مع المرضى اللي بيجوا عندي ومع المندوبين وأي حدا تاني، حتى لما أحكي مع الطبيب مع أي حدا بدي أكون محترم. trustworthy and act with honesty and integrity، بدي أكون عند ثقة المريض trustworthy and act with honesty and integrity، أتعامل بكرامة وبصدق، ما ابدا اني اعمل كرامه المريض او اسرار المريض اعملها مسخره، اوكي، ولا اعملها إشي نقعد نضحك عليه. show empathy and compassion، يعني انا بيجيني مريض عم بشكي قاعد بقول لي ضغطي بيرتفع كذا، انا ما بقعد اضحك، انا هون بسمع للمريض، يمكن جاي حابب ياخذ نصائح مني، يمكن جاي إز ضغطه وتعبان شوي، فانا كمان ما بصير اضحك على الإشي ولا افرجي ان انا مش مهتمه. انا صيدليه مجتمع، ما دام انا بصيدليه مجتمع فانا بدي اتقبل المجتمع اللي عم بدخل عندي على الصيدليه، وبدي أكون أتفاعل معه بطريقة صح. treat people with respect
and safeguard their dignity. إذا أنا بدي أحترم المرضى وبدي أنتبه لموضوع الدignity تبعهم اللي هو إنه أنا الكرامة تاعتهم، ما بدي أعمل مسخرة أسرار المريض. maintain appropriate personal and professional boundaries، يعني أنا ما بدي أمزح كتير مع المريض، أنا بتعامل بطريقة احترافية. هلا في مزحات مثلا ممكن إنه تكون تنفع بسياق الحديث، بس أنا ما بدي أشيل التكلفة كليا، بدي أكون أتعامل باحترافية مع الpatients ومع الhealth care providers. تمام؟ pharmacy profession must respect a patient's confidentiality and privacy. إذن أنا بدي أتعامل بطريقة سرية وخصوصية مع المريض. understand the importance of managing information responsibly and securely. هلا هاي النقطة، هاي النقطة اللي هي نقطة السرية والخصوصية، ونقطة أنا كيف بدي أطور من مهاراتي، ونقطة القوانين بالنسبة لللايسنس، وبالنسبة لللوكيشن بدنا نناقشها على المنصة وعليها علامات. إذا موضوع الخصوصية تاعت المريض كتير حكيت فيها، وموضوع كيف أطور مهاراتي هذا شوي موضوع جديد، وموضوع القوانين بالنسبة لللايسنس لرخصة الصيدلية، وبالنسبة لللوكيشن تبع الصيدلية وتصميمها الداخلي راح نناقشها مع بعض إن شاء الله في المنصة. راح أعطيكم 10 دقائق تجهزوا للمناقشة، وبعدين ندخل على المنصة نناقش هدول الـ4 نقاط: الخصوصية ذات المريض، أطور مهاراتي أنا في الصيدلية كيف أطورها، دورات أشياء معينة، قوانين الرخصة تاعت الصيدلية وترخيص أنا كصيدلاني، وقوانين توزيع الصيدليات، وقوانين التصميم الداخلي تبع الصيدلية. كله حنتناقشه على المنصة. يعطيكم العافية.